رياض انت شرف، انت شايف ايه؟ اقعد. طيب يا انا بقول لك تعالى. يا رياض انت اخويا وابن حامد الهلالي، يعني الست اللي تعكر مزاجك كده تبقى ست مش صافي. اسيل ملهاش دخل يا طاهر، ما عملتش حاجه. يبقى انت كده شكلك ما شفتهاش وهي ماشيه مع الباشمهندس. لا يا خالي شفته ولا عرفت، واثر بقى في الكلام على الصبح. هو كده يا عيال الصغير لما حاجته تتاخد منه يفضل قاعد ساكت. طيب اروح انا كمان اقعد ساكت مع عزه.